الو، اتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا ابو العباس. حياك الله، شلونك شيخنا؟ والله بخير حال، الحمد لله ابو العباس. حفظك الله، الله يعطيك العافية. اتفضل يا ابو العباس. شيخنا في الحقيقة أنا لا أميل لجهة على جهة، يعني أحكي لك الحقيقة وبعدين جاوبني. يعني أنا مو أتحيز إلى الشيعة ولا أريد أتعاطف مع السنة. أجل الشيعة ألقى عندهم بعض الأمور صحيحة وحقيقية، ها أجي اليوم من خلال الروايات والكتب والتراث. أجل السنة وألقى عندهم شغلات غلط وحكايات غلط وغير مقبولة، تتناقض مع القرآن ومع السنة. أجل أهل السنة ألقى عندهم شغلات حلوة وجميلة ولطيفة وتتوافق مع القرآن والسنة النبي، ولكن هناك بعض الأمور التي بدرت من بعض الصحابة، يعني حقيقة وجدتها أقرأها في التاريخ لا تليق بهم، يعني ما كان ينبغي أن تصدر منهم، انا فأنا عايز بس واقف اسالك في سؤال، نصف مع انك الطريق انت يا غيرت شيخ. الموضوع كليا يا ابو العباس، هل الصحابه بشر؟ الصحابة بشر، نعم. تمام. انا اعرف صحابي اتجوز اكتر من 300 امراه، وكان كل شويه يتجوز واحده ويطلق واحده، يساومها على فلوس ويطلقها. ايه رايك في الصحابي ده؟ بوم. هو ما فعل غير السنة، يعني ازاي هو ما فعل السنة يعني؟ والنبي صلى الله عليه وسلم اتجوز ما اكتر من زنى 300 امرأة، كان كل شوية تزوج يتجوز واحدة ويطلقها ويساومها بالفلوس ويديها الفلوس ويطلقها. تزوج على سنة الله ورسوله وطلق ايوه على ماشي سنة الله ماشي، ما فيش ورسوله. ما مشكلة، أنا ما بس مش أعرف، 300 يا ابو أنا ما العباس، أعرف من تقصد، مش 300 يا ابو لمن العباس. تقصد يعني حتى ان ابوه الإمام كمان، الحسن. ابوه قال ان ابني ده مطلاق ما اتجوزهوش. ايه رايك؟ يعني شيخ وليد اتهم عفت 120 ألف صحابي، اجيت لا السيد سبحان شباب أهل الله، انا الجنة. قلت لك الصحابه بشر، فيقع منهم ما يقع في البشر، فجبت لك نموذج واحد من الصحابه، جبت لك يعني نموذج ليش واحد من تجي الصحابه ان هذه هو وحدة بشر. من الأمور، هاي وحدة من الأمور اللي أنصدم بيها؟ يعني أنا أجي أنا الإمام الحسن أجده من هو أهل انا قلت أصحاب الامام الحساب الحسن؟ هو انا ومن اتكلمت؟ هو انا جبت سيره الحسن خالص؟ انا جبت سيره الحسن خالص؟ هو ماكو غيره، اها، ما في ماكو غيره. غيره. ماكو غيره شيخ وليد، شنو انا ما افتهم؟ افتهم ايش تقصد؟ شيخ وليد والله هاي هسه الروايه اللي حكيتها، يعني والله من الامور اللي استغرب بيها. يعني الحسن عليه السلام سيد شباب اهل الجنه، حبيب رسول الله، لا الله بس يعني هو النبي ماشي كان سيد كثير شباب اهل يحبه. الجنه وحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بس كان ما ننكر ان هو مزواج، وده في كتب السنه وكتب من الشيعه تجي ان إلى الحسن رضي سيرته، الله عنه وارضاه كان رجل مزواج. تجي إلى سيرته تلقاه وين ما يمشي يقولون كانوا الناس يحبوه فيقدموا لهم نساءهم لا يا وبناتهم باشا، حتى يتزوجوا ما حتى تقول لي بقى، ما مش يحصلون هنخترع الشرف. قصص، مش هنخترع قصص، مش هنخترع قصص. مو أني هذا اللي أقرأ شيخ وليد حبيب قلبي، هذا اللي أقرأه، مو أني اللي جاي أقرأه يعني انت أنا. معلش، بجوز يعني أنت انا عايز قرأته في اسال نفس سؤال، انا القراءة. عايز اسال سؤال. واحد ابوه تفضل. مقتول وامه مقتوله نعم وجده مقتول، واخدني بالك، كل اللي يقدم له واحده يروح يتجوزها؟ ايه يا ابو الحسن، ايه يا شيخ ابو والله الحسن، أبو العباس، ابو العباس ايه؟ شيخ وليد، فأرجع الموضوع حلقتك يا أخي العزيز. الله، ده يعني انت عايز حقيقة ترجع لموضوع حلقتي. طب ارجع لموضوع ما حلقتي، اتفضل. لا يعني لا لا خلاص، تريدني ارجع أخلص لموضوع الوقت عن حلقتي، ده الإمام حلو الحسن؟ ونعمة وفضل من الله ان انت ترجع لموضوع حلقتي، اتفضل موضوع حلقتك، يعني اتفضل. أرجع على بدء، عودا على بدء، أقول أنه هناك كثير من التناقضات. يعني إذا كان مع إجلالي واحترامي لكل الصحابة، إذا كان عثمان منافق، إذا كان من أهل النار، فلماذا أزوجه بنتاي؟ يعني لماذا أزوجه بنتي؟ اثنين بناتي أزوجهن، واحدة تموت يتزوجها الثاني. إذن هذا فد شرف عظيم. أنا الآن هسه لو السيد السيستاني أو فد زعيم شيعي يزوجني بنته، يعني هذا فد شرف عظيم إلي. كيف إذا كان رسول الله سيد الخلق يزوجني بنته؟ إذن أنا إنسان محترم على الأقل. هسه ما نعم اقول لك انسان كذا، بس على الاقل انسان محترم. نعم ولكن اسمح لي خلي اتكلم. يعني مع الاسف انه بعض الامور الذي فعلها الخليفه عثمان يعني ليست طيبه.
اللي حتى سببت فتنه، سببت يا استاذ يا استاذ دايما كثير من بص الناس. دايما تحب تغير الموضوع، يعني دايما ايه تاخد اطراف الموضوع في السؤال والله ما أغير وتمر الموضوع. عليها. اسمعني بس، والله اسمعني، ما اغير، انا والله سمعتك. بص يا اتكلم ما في بص يا قلبي، ابو العباس، ابو العباس، ابو والله العباس، اتكلم ما في قلبي، صدقني. ابو العباس، تفضل. ابو العباس، لو ان عثمان رضي الله عنه وارضاه تفضل. فعل بعض الافعال خاطئه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم اوصاه الا يخلع قميص، معنى ذلك ان عثمان رضي الله عنه وارضاه كان على الحق. فان لم يكن على الحق فلماذا علي بن ابي طالب ارسل الحسن والحسين يدافعون عن عثمان؟ لماذا الصحابه قاموا للثار من قتل عثمان؟ فالقصة طويلة، ما تخليناش ندخل فيها دلوقتي، ولكن احنا السؤال اللي احنا بنسألوه، هل انت حضرتك ترضى ان انت تجعل النبي صلى الله عليه وسلم خائن للأمانة ويزوج ابنتيه لا بلاش بناته، بنات خديجة، على حسب الأقوال عندكم انتوا او بعض الأقوال عندكم انتوا، تمام، ان هم مش بناته، هل يرضى لنفسه ان هو يفرط في ربيباته في بنات خديجة ويجوزهم منافق؟ هاي يعني قلت لك من الغرائب اللي انا يا اخي على قدر عقلي وعلى قدر فهمي عندما اطالع التاريخ واطالع السنه واطالع الامور، فهناك كثير من الامور اصطدم بها يا شيخ وليد. الله يعني المستعان، خلاص يعني يبقى ما كده اعرف، يبقى ما ينفع النبي صلى الله عليه وسلم يخون الامانه. يبقى اذا هذه تزكيه، هذه تزكيه، يعني انت قلت شيخ كلام وليد. جميل جدا يا ابو العباس، وقلت ان دي تزكيه شيخنا، تزويج. اسمعني بس يا ابو العباس، انت حضرتك قلت تزويج طبعا النبي صلى الله عليه عظيمة. وسلم، تزويج النبي صلى الله عليه فخر في وسلم الدنيا لعثمان ابنتيه، تمام، يبقى ده تعد فضيله لعثمان، صح، وتشريف لعثمان. شيخ وليد مو يزوجني بنته او ربيبته، لو يختار لي امراه او يقول لي تفضل اتزوجها هاي اعتبرها فضيله. انا يعني النبي قدرني، يعني النبي يحبني، طيب، يعني الحمد النبي لله رب راضي العالمين، عني. الحمد لله، مو يعني شكرا الا ليك يا ابو بنته او العباس، ربيبته. ربي يبارك فيك، شكرا ليك، تمام لو لا يعني، بس تمام يا ابو حقيقه العباس، شيخ شكرا وليد ليك يا ابو العباس، عشان الوقت بس احنا عشان اختصار. جد لي حل لهذه الروايات الكثيره، جد لي حل. ابشر ان شاء الله، روايات كلها كثيره انه تزوج بنتي النبي صلى الله عليه وسلم. الو، تفضل. شيخنا سلام عليكم، انا وياك ابو العباس عندي استدراك اذا تسمح لي. لا والله شيء مهم، انا حتى ابين لك انصافي، لقد وجدت شهاده لامير المؤمنين علي ابن ابي طالب في حق عثمان. الله يخليك، خلينا احكيها، يمكن احنا ما نعرف لا شيعه ولا سنه. تفضل اخواني، اخي العزيز، شيخ العزيز، هذه راح احكي الكلام امير المؤمنين واستنبط من عنده. شوف عثمان شنو كان. طب. احنا هسه في علم الرجال اذا شخص او راوي تم توثيقه من شيخ تقوم الدنيا ولا تقعد، يقولون وثقه فلان، فكيف بشخص يوثقه امير المؤمنين علي بن ابي طالب؟ وهذا ما خفي علينا نحن الشيعة، واعتقد اغلب اهل السنة لا يعلمون بما راح سوف اقرأه له. نعم، اذا تسمح لي. هذا الكلام يا أخي أنا حتى من باب الإنصاف، أنا مو أريد أتجاوز أو من باب أنه دائما مرات تشوفني أنفعل أو كذا، أنا رجل باحث في بطون الكتب، فسبحان الله وقع نظري الآن في هذا الكتاب، في هذه الخطبة، مدح توثيق أمير المؤمنين للخليفة عثمان ابن عفان. اسمعوا ماذا يقول. أولا، هذا الكلام ورد في نهج البلاغة في الشريف الرضي، شرح الشيخ محمد عبده، الكلام من كلام له إلى عثمان، رقمها 163، وقد ذكر في كتاب أنساب الأشراف الجزء الخامس صفحة 60، وفي تاريخ الطبري جزء الرابع أحداث سنة 34، يقول 34 هجرية، يقول دخل الإمام علي على عثمان فقال: إن الناس ورائي وقد استسفروني بيني وبينك وبينهم، إن الناس ورائي، يعني الصحابة، قد استسفروني بينك وبينهم، ووالله، إحنا طبعا عندنا الإمام علي معصوم وهو نفس رسول الله، فما يقسم قسم وما يقول يعني قول إلا وهو معصوم، هذا على بناء معتقد أهل الشيعة، خومية ما عنده تقي الرجل، ووالله ما أدري ما أقول لك، ما أعرف شيئا تجهله، ولا أدلك على أمر لا تعرفه. هذا الكلام للخليفة عثمان.
الإمام علي وجهه يقول له إنك لتعلم ما نعلم، ما سبقناك إلى شيء فنخبرك عنه، ولا خلونا بشيء فنبلغكه، وقد رأيت كما رأينا وسمعت كما سمعنا، وصحبت رسول الله صلى الله عليه وآله كما صحبنا، وما ابن أبي قحافة ولا ابن الخطاب أولى بعمل الحق منه. هذا توثيق لعمر ولأبي بكر. إذن عمر وأبا بكر وأبو بكر كانا يعملان بالحق، هذا توثيق له مو توثيق. نعم تفسير. يقول وما ابن أبي قحافة ولا ابن الخطاب أولى هذا الحكي بنهج البلاغة، وما ابن أبي قحافة ولا ابن الخطاب أولى بعمل الحق منه، وأنت أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشيجة رح، لأنه تعرفون بني أمية وبني هاشم أولاد عم يلتقون في الجد الرابع، وأنت أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله من وشيجة رحم منهما، وقد نلت من صهره ما لم يناله. ما هو معنى الصهر في اللغة العربية؟ هل هو من يتزوج ربيبة الرجل أم من يتزوج بنته؟ فإذا هذا دليل أن عثمان كان متزوج من بنتي النبي وليس ربائبه بشهادة أمير المؤمنين. نعم. وقد نلت من صهره ما لم يناله. أنا ما أريد أكمل الحكي الأخير، هذا الشيء ما يخصني، اللي يخصني يا أخواني شيعة وسنة أهل البحث أهل النظر، انظروا في توثيق أمير المؤمنين وخطابه لعثمان، لم يقل له أنت أحد المنافقين الذين أردت أن تقتل الرسول في العقبة، لم يقل له أنت في النار، لم يقل له، لاحظ الكلام المؤدب والمهذب الذي وجهه إليه وكان يستعتبه ويقول له ما نعلم شيء أنت ما تعلمه، نحن صحبنا وأنت صحبت رسول الله، نحن نعرف وأنت تعرف أشياء. المهم يعني هذا الخليفة عثمان، هاي الشخصية اللي الآن جاي الآن والله صدفة جاي أقراها ما سامع عنها، يعني احنا ما استغرب انه هذا الكلام موجود في نهج البلاغة وفي كتب من أهم الكتب الشيعية. نحن لا نروي هذه الروايات عن عثمان، لا نروي سوى الروايات السيئة والروايات المشينة والروايات غير الطيبة. هذه الرواية لماذا لا يفسروها ويشرحوها لنا أشياخنا ومعممينا ورجال ديننا؟ وشكرا. العفو العباس، شكرا لك. يعني يشرحوا حاجة تدينهم، يعني يشرحوا حاجة تفسد الدين عندهم؟ لا لا لا، ازاي؟ شكرا يا شيخ وليد، هذا كلام كلام، هذا خطير، هذا الكلام كلام يعني يشرح خطير. حاجة تدينه مش معقولة، يخفيها ماشي يعني، لكن ما يشرح شيء يدينه. كل جملة تعال فسرها، كل جملة تعال فسرها. وهذا أمير المؤمنين، هذا مو واحد من التابعين أو من تابعي التابعين، هذا أمير المؤمنين اللي هو فضل نعرف الشيعة والسنة. هذه شهادة وتوثيق في أحد الخلفاء. هسا احنا ما نعلينا بالأمور اللي صارت، مثل ما تفضلت الصحابة هم بشر يخطئون ويصيبون، ما لنا علاقة، حسابهم عند الله. ولكن الله انظر مثل. انظروا مو حضرتك يا أخواني الشيعة، يا أخواني السنة، اسمعوا وانظروا، وأرجو منكم أن تراجعون هذه الخطبة وتقرأوها. وشكرا لك يا شيخ. شكرا يا أبو العباس، شكرا لك.